خلاص يا غالي. بتوزيع 30,000 زهرة، طبعا أنا بنتج الزهور حسب الاستهلاك اليومي والشهري والسنوي لقطاع غزة. هون أنا عندي كمية من الزهور موجودة، أنا قادر أبيعها بالأسواق، ولكن أنا خصصت كهدية أو كلمسة وفاء لدولة قطر الشقيقة، قمت بتوزيع 30,000 زهرة. اليوم إن شاء الله سيتم التوزيع، طبعا الآن إحنا قاعدين بنحضر اللمسات الأخيرة. 30,000 زهرة هذه سنقوم بتوزيعها على المواطنين بمناسبة مونديال 2022 كلمسة وفاء لدولة قطر الشقيقة. الناس تفاعلت مع الحملة، انبسطت كثير، يعني أنا حصلت على يعني رسائل جدا مميزة، رجاء رسائل جدا إيجابية. تفضل يا عم.